السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعة؟ وحشني والله العظيم، وشكرا جدا جدا على الناس اللي بتسأل عليا وبيقولوا لي انت فين، وبيعلقوا لي كتير. انا مبسوط منهم قوي، وبشكر اهل اسوان والصعيد وابلي وبحري وكل الناس المشتركين عندي في القناة. انا بشكرهم جدا على اسئلتهم عليا. بس انا المشكلة يا جماعة، انا مش مختفي ولا حاجة. المشكلة اللي عندي كلها إن أنا دلوقتي زعلان من الشغل شوية. اللي مزعلني من الشغل إن دلوقتي كل ما باجي أتعامل مع معرض موتوسيكلات باجي أبص يديني سعر في الأول جميل ومريح العمل معايا والدنيا تمام ومفيش أي حاجة غلط، تمام. فطبعا لما بيجي لي زبون من بعيد من أسوان أو أسيوط أو الصعيد أو يجي هنا لحد عندي المنصورة، طبعا بفكر إن أنا عايز أعمل معاه الصح كله. فباجي أبص ألاقي المعرض يقوم قالب معايا، يعني كل شوية يزود معايا، مش ب 200 300 500، لأ، ده أجي أبص ألاقي اللي بيزود عليا بالألف، الألف ونص مرة واحدة 2000. طبعا ده غلط، طبعا ده بيفقد الثقة. أنا عشان كده بصراحة يعني ما بحبش أخش في البيع والشراء قد كده. أنا أحب أدي لك النصايح، أديك المعلومة عن التروسيكل نفسه. أنا مانيش صاحب معرض ولا صاحب شركة ولا الكلام ده كله، أنا راجل ميكانيكي موتوسيكلات صيني، فاتح المكان اللي أنا فيه دوت بقالي بالظبط 11 سنة. وقبل كده كنت شغال في الموتوسيكلات الصيني من أول لما نزلهم في 2006، من أول ما نزلهم في 2006، حتى لدرجة إن أنا معايا الموتوسيكل بتاعي أنا الخاص بتاعي لحد دلوقتي من 2006. طبعا في بعض المشاكل بتقابلني في قلب التجارة بتاعت الموتوسيكلات عامة. في تروسيكل لما باجي أخش عليه أبص عليه ألاقيه مش حلو، أو بمعنى أصح مش كامل، ولا في شدادات ولا في مساعدين بزيادة، عفشته مش بزيادة. طبعا ده أنا ما ينفعش إن أنا أطلع أقول ده وحش ومش وحش، لأ، بس أنا ما بجيبش سيرته عامة، ما بجيبش سيرته. طبعا أنا شكرت في التروسيكل الروك ستار 114، الروك ستار 112، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، بقى مضمونين في السوق، بقوا نمرة واحد دلوقتي في السوق بطلبهم. طيب أسعارهم عاملة إيه؟ أسعاره كان نازل أول لما نزل كان بيتباع في المعرض ب 20500، 20500، طبعا ضرب 22000. بعد ما ضرب 22000 عايزين يخلوه ب 23000 ونص. طب لما انا اخد تروسيكل دلوقتي من ده ب 22 ونص وب 23 ونص، اجيب الحلاوه بكام؟ يعني اجيب الحلاوه بكام؟ اجيب الهارد روك بكام؟ اجيب الكلام ده بكام؟ يعني معلش انا مش بغلط في شركات ولا بغلط في مصانع ولا بغلط في الكلام ده كله، كله على عيني وعلى راسي وكله مية مية. بس انا دلوقتي شغلتي على القناة اللي حضرتك بتشوفني فيها ده ايه؟ ان انا افيد الناس وادلهم معلومة صحيحة، ادلهم معلومة صحيحة. طب انت ايه مشكلتك في الفيديو ده دلوقتي؟ انت عامل الفيديو ده لازمته ايه؟ وايه الكلام اللي انت بتقوله ده اصلا؟ مش فاهم منك حاجة. لا لا، انا اقول لك، انا بقى افهمني كويس، الاسعار عايزين اسعار موحده، يكش ياخد في 10000 جنيه مكسب، ما بقولكش ما ياخدش في 10000 جنيه مكسب، بس وحد لي الاسعار شويه. مش كل واحد يبيع بمزاجه وكل واحد يدفع بمزاجه، واجي امشي تروسيكل من هنا ب 22، الاقي في مكان تاني ب 23، والاقي في مكان تاني ب 24. ايه ده؟ ايه يا بشوات؟ خير؟ ما هو انت لما بتيجي ترفع التروسيكل تكسب فيه 1000 جنيه، بص لقدام، بص لقدام، ما انت برضك بتخلي اللي قبل منك بيقوم معلي برضك السعر. ما هو مش معاك ب 23 و24، ما هو يضطر وما يقول لك لا ده انا نزله لك ب 25، ما هو مطلوب.
انواع موتوسيكلات لحد دلوقتي محدش، مفيش بني ادم يعرف اسامي انواع الموتوسيكلات من كترها، من كتر اسامي الموتوسيكلات، وكل مستورد ولا كل واحد معاه بارستين يروح يطلع لي تروسيكل ولا موتوسيكل ويغير لي في اسم الحرف و حرف، والشغل ده ما ينفعش. انتوا بتضحكوا عليكم ولا على نفسكم ولا على الناس، ولا بتضحكوا على مين بالظبط؟ واتمنى في الفيديو ده يا جماعه، اتمنى في الفيديو ده يوصل للعالم كله. ما بقولش حاجه غلط، انا ما بقولش حاجه غلط، انا بقول ان من الاخر نظبط اسعار التروسيكلات وتبقى موحده، علشان كده عيب مش كل واحد يبيع بمزاجه وكل واحد يقعد يصطاد في ال في ال ما ينفعش، ما ينفعش. فبعد اذنكم للناس اللي بتتفرج عليهم متابعيني ومشتركين عندي في القناة، انا اسف، انا مش بتاع معرض، انا هفيدك في التروسيكل نفسه، انا هفيدك في التروسيكل نفسه. ولو لقيت، ولو لقيت بإذن الله إنسان كويس، إنسان محترم، إنسان عارف ربنا، يديني أسعار كويسة بما يرضي الله، هتلاقيني بقول لك تعالى وهبعتك ليه على طول بإذن الله. تمام؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي جاي ياخد منك تروسيكل ده يا بيه، أنت متعرفش ظروفه مالها، أنت متعرفش ظروفه مالها، فيها ايه؟ بيجيب تروسيكل ليه؟ بيبقى سالب، بيبقى سالب فلوس، بيبقى عامل جمعية وجايب كارد وجايب مش عارف ايه عشان خاطر ان هو يجيب تروسيكل ياكل عليه عيش. مام مش جايب موتوسيكل وحاطط طقم صوت وعمال يطايم لي فيه ويطلع يجري ويلعب بيه، لا. التروسيكل بالذات يا جماعه بعد اذنكم هودوا فيه شويه، هودوا فيه شويه لله، لان في ناس جايبه تاكل منه عيش وبتلحق. فبعد اذنكم اظبطوا الاسعار شويه، ومش كل واحد يبيع بمزاجه، مش كل واحد يبيع بمزاجه. كلامي مش بهدد فيه ولا بقل ادبي فيه، لا خالص والله، بس عايزين نراعي ربنا اللي احنا فيه. واسف ثالث مره في الفيديو لكل الناس اللي بتطلب مني موتوسيكلات وموتوسيكلات واسعار، وللاسف انا ما بعرفش ارد عليهم، لان برضك نفس الكلام برضك في الموتوسيكل الدايم، حاجه ابص الاقي الموتوسيكل في مكان ب 14000 جنيه، في مكان تاني ب 14000 ونص، في مكان تالت ب 15000 ونص. طب انا اقول سعر ايه؟ طبعا انا ما اقدرش اقول على سعر، نعم انا حاولت ان انا مثلا اعمل بيزنس ان ممكن اعمل معرض وانزل فيه، ولا انزل فيه السعر اللي موجود عندي هقوله، بس للاسف انا ما عنديش معرض ولا عندي الكلام ده، انا راجل مكاني. تمام؟ بس كان فيديو عن قفلة سيرة الموتوسيكلات، عملت كام فيديو للسواقة، لتصليح الموتوسيكلات، للكلام ده كله. تمام؟ وحبيت ان انا اعرف الناس الموتوسيكل الجديد شكله ايه او وضعه ايه او الكلام دوت، والناس جاوبت معايا، وفي ناس بتطلب مني شغل، في ناس بتطلب مني تروسيكلات وموتوسيكلات كتير ما شاء الله الحمد لله. تمام؟ بس انا مش عارف افيدهم، لان للاسف مش لاقي حد يفيدني، كل اللي بيبيع بيبيع بمزاجه، كل اللي